ليش ماكو ميزانية؟ احنا الشباب جاي نتضرر، ليش السرعة صعدت؟ اول شيء كان الدولار ب 120 صار ب 149 فرق، هاي اول وحدة. اثنين المواد الغذائية صعدت بالاسعار. ثلاثة الشارع بعد ما يتحمل لان العطالة صارت هواية. العراق بيه ذهب، بيه مليارات، بيه دولارات، كل شيء بيه، بس هذول الناس اهم شيء احزابهم وجيوبهم. نعم المعاناة في الجانب الاقتصادي موجودة، المعاناة لدى المواطن موجودة بسبب عدم توزيع الثروة العادلة. حندخل سنة 23 وكأنما نحاكي سنة 21 مع بعض التحسينات اللي جاء بها القانون الطارئ، وبالتالي نضيع فرص كبيرة اللي هي فرص الاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية والمهمة والمخطط لها. العراق 2030 عنده خطط كبيرة يعني بالمشاريع المهمة والاستراتيجية، كلها راح تضيع. بتلاحظ الظهر غير الصوصي.